بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم عبر منصة غرفة جدة في ورشة عمل بعنوان الأحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة الأساسية إلى 15%، والتي نقدمها بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويمثلهم في هذه الورشة الأستاذ عبد الله العنزي مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة، والأستاذة عفاف الفيفي مشرف تدقيق في ضريبة القيمة المضافة. ومحاور هذه الورشة كالتالي: كيف يتم التعامل مع العقود المغرمة؟ كيف يتم التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة؟ كيف يتم التعامل مع الفواتير التي تم إصدارها؟ كيف يتم التعامل مع الشحنات المستوردة؟ وأترك المجال للأستاذ عبد الله لتقديم العرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية أستاذ حسن، كما أشكر غرفة جدة على الاستضافة وتقديم ورشة عمل عن دليل الأحكام الانتقالية لزيادة النسبة الضريبة القيمة المضافة إلى 15%، وهي النسبة المعدلة من 1/7/2020. أشكر الجميع للحضور هذه الورشة. بسم الله نتوكل على الله. اليوم إن شاء الله راح نعطيكم نبذة مختصرة عن الأحكام الانتقالية وكيفية المعالجة للعقود والفواتير، وأيضا للسلع المستوردة عن طريق الجمارك. وإن شاء الله في نهاية هذه الورشة سيتم الإجابة على جميع الاستفسارات التي وردت خلال تقديم العرض. بسم الله توكلنا على الله. بالنسبة للعقود المبرمة، كيفية التعامل معها قبل وبعد إقرار زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%؟ نأخذ كيفية التعامل مع الأمثلة، وأيضا كيفية التعامل مع الفواتير الضريبية المصدرة قبل وبعد قرار زيادة نسبة الضريبة إلى 15%. نأخذ كيفية التعامل أن الفواتير هذه المصدرة مع الأمثلة على ذلك. أي مرحلة انتقالية، وشيء طبيعي أنه في تطبيق نسبة 5% وزيادة نسبة 15% في أمور متعلقة في المرحلة الانتقالية، وأهم هذه الأمور هي التواريخ. بالنسبة لهذا السلايد أو لهذه الشريحة مهمة جداً جداً للمرحلة الانتقالية. أولاً، متى سريان تعديل النسبة الجديدة؟ متى تطبق الـ 15%؟ متى تدخل في حيز النفاذ؟ دخلت في 1/7/2020، وهو 1 يوليو 2020. هذا التاريخ هو سريان النسبة المعدلة من 5% إلى 15% حسب ما ورد في الأدلة في اللائحة الانتقائية، في اللائحة ضريبة القيمة المضافة، وأيضا في الدليل التي صرح عنها في حساب الهيئة العامة للزكاة والدخل. بالنسبة لهذا التاريخ هو تاريخ بداية النسبة 15%. طيب، هنا في مرحلة انتقالية لهذا التاريخ. المرحلة هو تاريخ بداية وتاريخ نهاية. هذه المرحلة اللي هي الأحكام أو دليل الأحكام الانتقالية تبدأ من تاريخ الإعلان، متى أعلن أن تطبيق نسبة 15% في المملكة العربية السعودية. تم الإعلان في 11 مايو 2020، فتاريخ صدور هذا القرار أو تاريخ صدور هذا الإعلان عن النسبة الجديدة من 5 إلى 15% هو تاريخ بداية الأحكام الانتقالية، وهو التاريخ الفاصل ليش للمرحلة الانتقالية قبل وبعد هذا التاريخ. طيب، هنا في مرحلة انتقالية بداية وفي نهاية. نهاية هذه المرحلة الانتقالية هو 30 يونيو 2021، يعني بعد سنة بإذن الله ستنتهي المرحلة الانتقالية، والمقصود فيها تطبيق النسبة 5%. يعني في 1 يوليو 2021 بإذن الله سيتم تطبيق ضريبة 15% على جميع السلع والخدمات. طيب، ما هو المقصود من التوريدات المستمرة؟ هي التوريدات التي يتم تنفيذها جزئيا، أو جزء يطبق قبل تاريخ 1 يوليو وجزء بعد 1 يوليو، فهي مجزأة بين تاريخ السريان النسبة الضريبية إلى 15%. ممتاز.
حبيت أنوه هذا التوريخ. التوريخ مهمة، 1 يوليو 2020 هو نسبة الزيادة إلى 15%، 11 مايو 2020 هو تاريخ الإعلان عن نسبة ضريبة القيمة المضافة، وهو الفاصل في إيش؟ في المرحلة الانتقالية، إذا كانت قبل لها إجراء، وإذا كانت بعد 11 مايو لها إجراء أيضا. متى تنتهي هذه الإجراءات ومتى ينتهي هذه المرحلة الانتقالية؟ في 30 يونيو 2021. طيب هنا عندنا العقود بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة ومع جهة حكومية، كيفية التعامل بين المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة مع الجهات الحكومية، وكيفية التعامل قبل قبل 11 مايو 2020، وأيضا كيفية التعامل بعد 11 مايو 2020، كيفية التعامل من ناحية العقود المبرمة بين منشأة مسجلة وجهة حكومية، أيضا كيفية التعامل على منشأتين مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، وش الشروط المطبقة في هذه المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة. بسم الله نبدأ الآن. نبناخذ الآن بين منشأة مسجلة في ضريبة القيمة المضافة مع جهة حكومية. التعاقد قبل 11 مايو 2020، إذا فعلا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020 والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020، هنا تطبق الضريبة بنسبة 5%، وذلك حتى انتهاء هذا العقد أو تجديد هذا العقد أو حلول 30 يونيو 2021. يعني لديك سنة، إذا كان العقد ينتهي قبل هذا السنة ممتاز، إذا تم تجديده هنا ينتهي المرحلة الانتقالية. إذا وصلت إلى تاريخ 30 يونيو 2021 تطبق 5%، وما بعد هذا التاريخ سيتم تطبيق 15%. طيب هذا بالنسبة لل 11 مايو قبله. طيب إذا كانت التعاقد خلال الفترة المحصورة من 11 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020، 30 يونيو وش المقصود فيه؟ هنا آخر يوم يتم تطبيق الضريبة ب 5%، لأن 1 يوليو 2020 سيتم إيش؟ زيادة النسبة إلى 15%. ففي فترة محصورة من 11 مايو إلى 30 يونيو تقريبا 51 يوم، إذا فعلا تم التعاقد خلال هذه الفترة من 11 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020 تطبق الضريبة بنسبة 5 إذا تم التوريد فعليا قبل نهاية 30 يونيو 2020، وأيضا تطبق الضريبة بنسبة 15 على التوريد الفعلي في 1 يوليو وما بعد هذا التاريخ. يعني أي تطبيقات أو أي توريدات وردت إلى الجهة الحكومية إلى 30 يونيو 2020 وتم توريدها فعليا تطبق 5%، وأي توريد فعلي بعد 1/7/2020 سيتم تخضيع 15% على التوريد الفعلي. ناخذ أمثلة هنا للإيضاح. إذا كان العقد قبل 11 مايو وفعلا تم التعاقد بذلك والتوريد مستمر إلى بعد 1 يوليو 2020، هنا في شرط اللي هو 5% لمدة سنة أو حتى انتهاء العقد أو تجديد العقد. طيب نأخذ هنا مثال للتبسيط. تعاقدت شركة لتوريد أجهزة حاسب آلي مع جهة حكومية في 15 يناير 2020 لتوريد أجهزة بقيمة 500,000 ريال مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، أي ما يوازي قيمة 25,000 ريال، على أن يتم تسليم الأجهزة على مراحل وتنتهي آخر مرحلة في شهر أغسطس 2020. هنا نلاحظ لو طبقنا هذا المثال، هل تم إبرام العقد قبل 11 مايو؟ نعم تم إبرامه في 15 يناير 2020. وهل التوريد مستمر إلى ما بعد 1 يوليو؟ نعم فعلا أن مرحلة التسليم الأجهزة تنتهي إلى أغسطس 2020، فهنا في توريد مستمر إلى بعد 1 يوليو. طيب هنا تطبق النسبة 5% حتى تاريخ العقد أو تجديد العقد أو 30 يونيو 2021. فنلاحظ هنا الإجابة تحتسب الضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% دون زيادة، لأن التعاقد قبل 11 مايو ويوجد شرط على هذا التعامل. طيب نبي نأخذ مثال هنا على الفترة المحصورة من 11 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020. إذا فعلا تم التعاقد خلال هذه الفترة تطبق الضريبة على التوريد الفعلي إلى تاريخ 30/6/2020، هنا 5%، ومن 1/7
سيتم تطبيق 15% على التوريد الفعلي. فقاعدة واضحة والمثال واضح، إذا كان التعاقد بعد 11 مايو فالطرفين على علم أن المملكة العربية السعودية في زيادة نسبة الضريبة القيمة المضافة إلى 15%، فيتم هنا خضوع جميع التوريدات إلى 30/6/2020 بنسبة 5%، لأن هذه النسبة سارية الفعلية، ونسبة 15 هي النسبة الجديدة التي سيتم دخولها في حيز النفاذ في 1/7/2020، وهي سارية الآن في هذه الفترة. فنسبة 15% على التوريد الفعلي. نأخذ هنا مثال للتبسيط. تعاقدت شركة توريدات أدوات مكتبية مع جهة حكومية بتاريخ 15 مايو 2020. نلاحظ هنا 15 مايو 2020، يعني بعد 11 مايو اللي هو فترة الإعلان بالنسبة الضريبية الجديدة، لعمل توريدات لها بقيمة 50,000 ريال مع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بقيمة 2500 ريال على أن يتم تسليم البضاعة في 15 يونيو 2020. هنا متى التوريد الفعلي حسب المثال؟ هنا التوريد في 15 يونيو 2020. هل التوريد سيكون بعد 1/7/2020؟ لا، سيتم إيش؟ خضوع كامل هذا التوريد أو كامل هذا البضاعة بنسبة 5%، لأن البضاعة تم توريدها قبل نهاية 30 يونيو 2020. هذا للإيضاح، لأن التوريد الفعلي تم خلال الفترة المطبقة بنسبة 5%. فنفترض في هذا المثال لو تم تسليم البضاعة في 3 يوليو 2020، أي 3/7/2020، سيتم إيش؟ توريدها فعليا على نسبة كم يا أخوان؟ على نسبة 15%. ممتاز، حبيت أوضح بس إن المثال هذا لأن تاريخ التوريد في 15 يونيو 2020. طيب في مثال هنا ثاني على الفترة المحصورة من 11 مايو إلى 30 يونيو. أي فترة محصورة خلال أو أي تعاقد خلال هذه الفترة، أي توريد فعلي إلى 30 يونيو 5، وأي توريد فعلي بعد 1/7/2020 15%. فأنا أخذ مثال هنا، تعاقدت مؤسسة خاصة مع جهة حكومية في تاريخ 17 مايو 2020 لتوريد أجهزة طابعات لها بقيمة 150,000 ريال مع ضريبة القيمة المضافة 5% بقيمة 7,500 ريال على أن يتم تسليم البضاعة في شهر سبتمبر 2020. هنا نلاحظ أن التعاقد كان في تاريخ 17 مايو بعد 11 مايو اللي هو نسبة أو الإعلان عن النسبة الجديدة، وهي الإعلان هذا كان لتطبيق النسبة المعدلة، فتم إعلانه في 11 مايو. فهنا القاعدة ذكرت أنه من 11 مايو إلى 30 يونيو، فهم على علم بأن في المملكة العربية السعودية سيتم تطبيق ضرائب بنسبة 15% في 1 يوليو 2020. التوريد هنا تم على إيش؟ على شهر سبتمبر، فيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة ب 15%، أي ما يوازي القيمة الفعلية بعد 150 22,500 ريال، ويجب أيضا على المؤسسة إصدار فاتورة ضريبية مستحقة بالزيادة، وذلك لأن تاريخ التعاقد تم بعد 11 مايو وأيضا تسليم الأجهزة بعد 1 يوليو 2020. هنا خلصنا القاعدة الأولى اللي كانت بين منشآت مسجلة في ضريبة القيمة المضافة مع جهات حكومية. الآن القاعدة الثانية بين المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة كيفية التعامل معها في العقود. فإذا تم التعاقد بين منشأتين مسجلة في ضريبة القيمة المضافة، في شرط هنا وهو للعميل حق خصم ضريبة المدخلات كامل. هذا اللي يفرق عن الجهات الحكومية بالنسبة للقاعدة الأولى. القاعدة الثانية نفس تطبيق الجهات الحكومية بالضبط. طيب نأخذ القاعدة هنا للإيضاح والشرح. إذا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020، والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020، وأيضا شرط للعميل حق خصم ضريبة المدخلات بالكامل، تطبق الضريبة بنسبة 5% حتى انتهاء هذا العقد أو تجديد هذا العقد أو حلول 30 يونيو 2021. فهنا في شرط في القاعدة الأولى يختلف عن الجهات الحكومية. للإيضاح الشرط هو حق العميل في خصم ضريبة المدخلات كاملة. طيب القاعدة الثانية للفترة بعد 11 مايو
أو من 11 مايو إلى 30 يونيو، هذه الفترة المحصورة خلال 51 يوم تقريبا، إذا تم التعاقد في هذه الفترة من 11 مايو إلى 30 يونيو تطبق الضريبة على التوريد الفعلي. التوريد الفعلي كم؟ إذا كانت النسبة مطبقة إلى 5 على التوريد الخمسة إلى نهاية 30 يونيو 2020، وأيضا تطبق على التوريد الفعلي من 1/7/2020 على النسبة المعدلة إلى 15%. فالقاعدة هذه نفس القاعدة التي وردت في الجهات الحكومية مع منشآت مسجلة. ناخذ هنا أمثلة للإيضاح. التعاقد قبل 11 مايو 2020، إذا تم التعاقد قبل 11 مايو 2020 والتوريدات مستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2020، والشرط للعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك حتى تاريخ انتهاء العقد أو تجديد العقد أو حلول 30 يونيو 2021. مثال، تم التعاقد بين شركتين لتوريد مواد بناء في فبراير 2020 بمبلغ 300,000 ريال وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بمبلغ 15,000 ريال، ويمتد مدة العقد لعام كامل ويتم تسليم البضاعة على مراحل خلال فترة العقد. تحتسب ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% حتى تاريخ انتهاء العقد أو تجديده، لأن تسليم البضاعة على مراحل خلال فترة العقد والعقد كامل في نسبة 5%، وأيضا تطبقت إنها قبل 11 مايو 2020 فتم إبرام العقد في فبراير، والنسبة مطبقة على 300,000 ريال والضريبة هي 5% بمبلغ 15,000 ريال. طيب، هنا القاعدة الثانية بالنسبة من 11 مايو حتى 30 يونيو. هذه القاعدة ذكرت إن أي توريدات خلال هذه الفترة تطبق النسبة السارية، النسبة السارية إلى 30 يونيو 2020 هي 5%، وإذا تم التوريد فعلياً إلى 30 يونيو 2020 هنا تطبق النسبة 5%، وتطبق الضريبة أيضاً على نسبة 15% على التوريد من 1/7 وما بعد هذا التاريخ تطبق النسبة 15%. ناخذ مثال هنا للإيضاح. تم التعاقد بين شركتين لتوريد مواد خام في 20 مايو 2020 بمبلغ 180,000 ريال وضريبة القيمة المضافة 5% بمبلغ 9,000 ريال، ويمتد العقد لمدة سنتين ويتم تسليم البضاعة على مراحل خلال فترة العقد. تم تسليم جزء من البضاعة في شهر يوليو أو شهر يونيو 2020 بقيمة 40,000 ريال. هنا نلاحظ أن في توريد في تاريخ شهر يونيو بقيمة 40,000 ريال، وباقي البضاعة سيتم تسليمها بعد 1 يوليو 2020. الإجابة واضحة، تطبق على التوريد الفعلي في النسبة السارية. طيب، هنا النسبة السارية عند توريد القيمة 40,000 ريال تطبق 5%، ممتاز، لأن إيش؟ التوريد كانت في نسبة 5%، ويونيو إلى 30 يونيو 2020 هو النسبة السارية في المملكة العربية السعودية 5%. بالنسبة إلى 15% من 1/7 سيتم إيش؟ خضوع أي توريدات خضعت في الفترة هذه. فنلاحظ هنا بالمثال إن في تطبيقين، توريد على 40,000 ريال بقيمة 5% وكانت مستحقة ب2,000 ريال، لأن 40 في 5% 2,000 ريال، وتحتسب الضريبة بنسبة 15 على الجزء الذي سيتم توريده بعد 1 يوليو، فتكون الضريبة المستحقة على الجزء أو المتبقي من قيمة 180,000 ريال 21,000، وهذه تكون منسوبة بنسبة 15% لأن التوريد سيتم بإذن الله بعد 1 يوليو 2020. طيب، السلايدات اللي شرحناها سابقاً الآن تعتبر كلها عن العقود. أخذنا العقود مع جهات حكومية، القاعدة الأولى ذكرت قبل 11 مايو تطبق نسبة 5% حتى 30 يوليو 2021 أو تجديد العقد أو انتهاء هذا العقد. بالنسبة للفترة المحصورة من 11 مايو إلى 30 يونيو تطبق على التوريد الفعلي 5% وقت سريان الضريبة، ومن 1/7 السريان راح يكون في 15% تطبق أيضا على التوريد الفعلي. بالنسبة للجهات البزنس اللي هو راح يكون بين منشأتين مسجلة في ضريبة القيمة المضافة
وجود شرط اللي هو للعميل حق خصم ضريبة المدخلات كاملة، هنا يحق له إيش تطبيق لمدة سنة أو انتهاء العقد أو إيش تجديد العقد بنسبة 5%. أما القاعدة الثانية من 11 مايو إلى 30 يونيو سيتم تطبيق على التوريد الفعلي في النسبة السابقة. هنا نتطرق الآن على الفواتير، الفواتير الضريبية قبل 11 مايو والفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري، وأيضا الفواتير الضريبية من تاريخ 11 مايو حتى 30 يونيو 2020. أول قاعدة هي الفواتير الضريبية قبل 11 مايو 2020. إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية قبل 11 مايو وتم التوريد المتعلق بالفاتورة في أو بعد 1 يوليو، تطبق الضريبة بنسبة 5% على ذلك التوريد بشرط أن يتم التوريد فعلياً قبل نهاية 30 يونيو 2021. للتذكير 30 يونيو 2021 هو نهاية المرحلة الانتقالية لتطبيق الضريبة بنسبة 5% خلال فترة سريان النسبة المعدلة. الفاتورة الضريبية المحصورة من تاريخ أو اللي راح تكون في الوقت 51 يوم تبدأ من تاريخ 11 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020، إذا تم إصدار هذه الفاتورة إلى تاريخ 30 يونيو تطبق 5% على التوريد الفعلي إلى نهاية اللي هو 30 يونيو 2020، وأيضا تطبق 15% على التوريد الفعلي في أو بعد 1 يوليو 2020. هنا واضح لنا القاعدة، لأن فترة الإعلان أو فترة زيادة النسبة إلى 15 معلوم للكل، فيتم إيش إخضاع أي فواتير أو أي توريدات تمت إلى 30 يونيو 2020 بنسبة 5% وهي النسبة السارية في وقتها، والآن سيتم تطبيق 15% من 1/7 إلى نهاية المرحلة هذه وما بعد هذه المرحلة أيضا بنسبة 15% على التوريد الفعلي فعليا. هنا القاعدة واضحة، الشروط واضحة، قبل 11 مايو تطبق 5% والفاتورة متعلقة في واحد وتطبيقها في واحد أو بعد 1 يوليو ما شرط شيء، لكن قبل 11 مايو. إذا كان بين 11 مايو إلى 30 يونيو تطبق فعليا على تاريخ إيش السريان اللي مطبق فيها النسبة. أمثلة للإيضاح، فاتورة ضريبية صدرت قبل 11 مايو ممتاز، والفاتورة متعلقة بتطبيقها أو توريدها بيكون في 1 يوليو، هنا 5% حتى أن يتم التوريد قبل نهاية 30 يونيو 2021. مثال بسيط، تم شراء سيارة بقيمة 80,000 ريال في مارس 2020 وضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% أي مبلغ 4,000 ريال، وتم إصدار الفاتورة الضريبية في نفس التاريخ بكامل قيمة السيارة على أن يتم تسليم السيارة في شهر أغسطس 2020. هنا واضح تم إصدار فاتورة، تم سداد هذه الفاتورة وتم إيش تسليمها خلال الفترة المسموح لها بموجب القاعدة. أولاً إصدار الفاتورة متى؟ قبل 11 مايو. ثانياً التوريد متى تم؟ تم قبل 30 يونيو 2021. هنا تطبق الضريبة بنسبة 5% وذلك لأن الفاتورة الضريبية تم إصدارها قبل 11 مايو. طيب هنا الفواتير الضريبية المصدرة من 11 مايو أو قبل 11 مايو للخدمات أو لإيش؟ للنسبتين، فنعطيكم المثال متى يبدأ بخمسة إلى نهاية 15%. هنا مثال للإيضاح على نهاية 30 يونيو 2021 بنسبة 5 وما بعد هذا التاريخ سيتم تطبيق 15% على جميع التوريدات الخاضعة للسلع والخدمات. بسم الله، التعاقد مع شركة صيانة لمدة 5 سنوات، فهنا نلاحظ أن مدة العقد 5 سنوات من تاريخ 15 إبريل 2020 وتم إصدار الفاتورة بكامل المبلغ عند التعاقد بنسبة 5%. في حال تم إصدار الفاتورة الضريبية في تاريخ التعاقد بكامل المبلغ وتم احتساب الضريبة في الفاتورة بنسبة 5%، تخضع جميع الخدمات الصيانة المقدمة للعميل من فترة 15 إبريل 2020 وحتى 30 يونيو 2021 بنسبة 5%، لأن المكلف هنا أصدر فاتورة قبل 11 مايو. ثانياً
استفاد من هذه القاعدة في تطبيق سنة كاملة لتوريد 5%. ثالثاً بعد 1/7/2021 سيتم إيش؟ إخضاع باقي الخدمات بنسبة 15%، ويجب أيضاً على المورد بإصدار فاتورة بفرق الضريبة المستحقة لأن تم الاتفاق بنسبة 5%. طيب هنا للفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة. سلايد الأول اللي كنا مركزين عليه، وش المقصود من التوريدات المستمرة؟ هو التوريد الجزئي قبل 30 يونيو والتوريد أيضا بعد 1/7، هذا عن توريد أجزاء مجزأة إلى مراحل، فهذا تعتبر التوريدات المستمرة، وأيضا وردت في الدليل وشرح لها بالإيضاح. إذا تم إصدار فواتير ضريبية عن توريدات مستمرة يتم تنفيذها جزئياً قبل 30 يونيو 2020 وجزئياً بداية من 1 يوليو 2020. هنا تطبق الضريبة بنسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بالجزء التوريدي الذي يتم قبل نهاية 30 يونيو 2020، وبالنسبة ل 15% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية من 1 يوليو 2020. مثال على ذلك، قام فرد بعمل بوليصة تأمين صحي لمدة عام من تاريخ 1 مايو 2020 مع إحدى الشركات التأمين، وينص الاتفاق على أن يسدد العميل مبلغ التأمين على دفعات شهرية، ويتم إصدار فاتورة ضريبية مستقلة عن كل خدمة التأمين مستقلة عن كل شهر. فهنا نلاحظ أن كل خدمة مقدمة خلال هذا العقد سيتم إنهاءها بإيش؟ بتوريد فاتورة ضريبية، وانتهاء هذا التوريد سيتم إيش؟ توريد آخر بفترة لاحقة، وأيضا سيتم إصدار فاتورة وأيضا يتم الانتهاء منها وهكذا. هنا القاعدة ذكرت أن أي توريد متعلق إلى 30 يونيو 2020 5%، وأيضا أي توريد متعلق من 1/7 وما بعد هذا التاريخ 15%. المثال هنا عن توريد خدمات، فيخضع جزء خدمات التأمين الصحي المقدم أو المقدمة للعميل خلال الفترة من 1 مايو 2020 وحتى 30 يونيو 2020 لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وبداية من 1 يوليو 2020 يخضع الجزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المعدلة 15%، ويتم إصدار فاتورة الخدمات الخاصة بالفترة من 1 يوليو 2020 وما بعدها متضمنة النسبة الجديدة بنسبة 15%. طيب هنا مثال على الفاتورة من تاريخ 11 مايو إلى 30 يونيو. هنا تطبق على التوريد الفعلي وقت سريان هذا التوريد. إذا كان التوريد في خلال فترة التطبيق بنسبة 5 حتى نهاية 30 يونيو 2020 5%. وأيضا تطبق الضريبة بنسبة 15 على التوريد ما بعد 1 يوليو 2020 وما بعد هذا التاريخ. في مثال هنا بسيط، تم شراء جهاز لوحي شخصي بقيمة 3000 ريال في 20 مايو 2020، وضريبة بنسبة 5%، قيمة هذه الضريبة على الجهاز 150 ريال، وتم إصدار الفاتورة بكامل قيمة الجهاز في نفس التاريخ، تم إصدار فاتورة في 20 مايو 2020، على أن يتم تسليم الجهاز في 15 يونيو 2020. هنا 15 يونيو 2020، ما هي النسبة السارية؟ النسبة السارية في هذه الفترة 5%، و5% هذه هي المطبقة فعلياً، سيتم احتساب ضريبة القيمة المضافة على 5% دون زيادة لأن تسليم الجهاز تم قبل تاريخ 1 يوليو 2020. طيب مثال هنا ثاني على هذه القاعدة للإيضاح أكثر، تم شراء جهاز تلفاز بقيمة 2000 ريال في 15 مايو 2020، وضريبة بنسبة 5% 100 ريال، وتم إصدار الفاتورة الضريبية بكامل قيمة الجهاز في نفس التاريخ، على أن يتم تسليم الجهاز في 5 يوليو 2020. هنا تسليم الجهاز متى أو التوريد الفعلي متى؟ في 5 يوليو. هنا التوريد الفعلي سيتم في وقت سريان 15%، تحتس ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% ليصبح مبلغ الضريبة المستحقة بدلاً من كانت 500 ريال الآن أصبحت 300 ريال، وذلك لأن الفاتورة تم إصدارها بعد 11 مايو 2020، ويجب أيضاً على المورد اللي هو البائع إصدار فاتورة ضريبية بفارق هذا الضريبة، أي بإصدار فاتورة بقيمة كم؟
بقيمة 200 ريال لأن تم إصدارها ب 100 سابقا، والآن اتضح بعد نسبة الزيادة 15% في فارق ضريبي بقيمة 200 ريال. طيب، تكلمنا عن العقود المبرمة قبل 11 مايو والعقود المبرمة مع أو بين 11 مايو من 11 مايو إلى 30 يونيو 2020 مع الجهات الحكومية ومع منشآت تجارية بزنس تو بزنس، هذه بالنسبة للعقود. وأيضا تكلمنا عن الفواتير الضريبية المصدرة قبل 11 مايو 2020 والفواتير الضريبية المصدرة من 11 مايو 2020 إلى 30 يونيو 2020. هذه سيتم كيف تطبيقها والقواعد المطبقة فيها. وأيضا تكلمنا عن التوريدات المستمرة عن الخدمات الجزئية حسب سريان النسبة المطبقة في ذلك. الآن سيتم التعامل مع الشحنات المستوردة عن طريق الجمارك السعودية. بالنسبة لكيفية التعامل مع الشحنات المستوردة قبل وبعد زيادة النسبة 15% كانت 5 وتم زيادتها بنسبة 15. كيفية التعامل مع الشحنات المستوردة أو السلع الموجودة برا المملكة وتم استيرادها ودخولها إلى داخل المملكة، سيتم التعامل على تاريخ فسح هذه السلع. فإذا الشحنات المستوردة تم طلبها قبل 1 يوليو تطبق 5% وبعد 1 يوليو 2020 سيتم تطبيق 15%. واضح هنا القاعدة على تاريخ إيش فسح هذه الاستيراد أو تاريخ فسح الاستيرادات عن السلع الموجودة في الجمارك. هو الفاصل لتطبيق من واحد هنا بسيط. تم شراء هاتف ذكي في شهر إبريل 2020 عبر متجر إلكتروني من خارج المملكة وتم سداد قيمته بكامل، ومن المتوقع أيضا أن تصل الشحنة إلى المملكة بعد 1 يوليو 2020. تفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقا لنسبة الضريبة المطبقة في الاستيراد في تاريخ فسح الاستيراد، والتاريخ هذا هو التاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد وفقا لنظام الجمارك الموحد وإجراءاته المعمول بها في المملكة. فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة 15%. هنا في مثال أيضا للإيضاح للفواتير الضريبية قبل 11 مايو. فإذا فعلا المكلف أصدر فاتورة ضريبية والبضاعة اللي أصدر فيها فاتورة ضريبية خارج المملكة، سيتم إيش استيرادها من خارج المملكة. في هنا سيناريوهات ثلاثة كيفية التعامل معها. مثال: قام فرد بشراء سيارة من إحدى معارض السيارات القائمة في المملكة وتم إصدار فاتورة له بتاريخ 5 مايو 2020 وقام بدفع قيمتها بالكامل، وسيتم استيراد السيارة من قبل المعرض من خارج المملكة علما بأن السيارة قد تصل إلى المملكة بعد تاريخ يوليو 2020. السيناريو الأول: في حال قام المعرض السيارات بإصدار فاتورة ضريبية للعميل قبل 11 مايو 2020 عن كامل قيمة السيارة متضمنة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وتم استيراد السيارة وتسليمها للعميل قبل 30 يونيو 2020. هنا تحتسب الضريبة على المدخلات ضريبة المشتريات 5، وضريبة أيضا المبيعات ضريبة المخرجات 5. فلا يوجد هنا أثر، يعني لا يوجد خلاف على ذلك، لأن تم الاستيراد في تاريخ 30 يونيو 5% وتم بيعها ب 5%. لا يوجد خلاف على السيناريو الأول وهي واضحة لأن الوقت السريان كان في 5%. السيناريو الثاني: إذا تم استيراد السيارة في أو بعد 1 يوليو تطبق 15% وتسليمها أيضا للعميل قبل 30 يونيو 2021 قبل نهاية المرحلة الانتقالية، فتحتسب الضريبة على السيارة بالجمارك للمستورد اللي هو معرض السيارات وفقا للنسبة المطبقة في تاريخ الاستيراد وهي كم؟ 15%. تاريخ الاستيراد هو تاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد وفقا لنظام الجمارك الموحد وإجراءاته المعمول بها في المملكة، وتحتسب الضريبة على التوريد من المعرض إلى العميل. هنا أصدر فاتورة لأن الفاتورة قبل 11 مايو فيصدر فاتورة ب 5% مبيعات كمخرجات، وأيضا يحق للمعرض استرداد ضريبة المدخلات اللي مشتريات على الجمارك بفرق 10% لأن
15% دفعها في الجمارك و5% مفترض أن يكون على السلعة، لكن تحمل الآن بالزيادة، سيتم استرداد الفارق المسدد بالجمارك من خلال إقراراتها الدورية لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل. السيناريو الثالث، إذا تم تسليم السيارة للعميل بعد 30 يونيو 2021، هنا خلاص، هنا بعد 1/7/2021 هنا النسبة لا يوجد 5%، سيتم إيش جميع السلع والخدمات خاضعة إلى 15%، والمعرض يصدر فاتورة بفارق الضريبة، لأن أصدر فاتورة قبل 11 مايو بنسبة 5%، والآن يصدر فاتورة للعميل بفارق الضريبة المطبقة من نسبة 15%، ويخصم أيضا ضريبة المدخلات 15% والمخرجات 15%. طيب بالنسبة للقواعد التي أنا شرحتها بالنسبة للعقود، الفواتير، التعامل مع الجمارك، كل هذه القواعد وكل هذه الأمثلة وكل هذا الشرح موجود على هذا الباركود، على هذا الدليل، وهو موجود أيضا على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. فدليل الأحكام الانتقالية موجود باللغة العربية الآن في هذا الباركود، يعني يمكن للأخوان الموجودين مشاهدين لهذه الورشة تصوير هذه الشاشة والانتقال على السلايدات التي تناولتها سابقا. بالنسبة للأحكام الانتقالية باللغة الإنجليزية أيضا نفس ما هو موجود باللغة العربية موجود باللغة الإنجليزية للأخوان بعد اللي يرغبون في قراءتها باللغة الإنجليزية، أيضا موجودة على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. خصوص زيادة نسبة الضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15%، وردت إلى الهيئة استفسارات بشد كثيرة يعني بشكل يومي، فتم إيش الرد على هذه الأسئلة وهي موجودة على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل. الأسئلة هذه الأكثر شيوعاً التي تكررت عند أغلب الناس، فتم وضعها في هذا الباركود أيضاً للإطلاع والاستفادة من الإجابات الموجودة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، وأيضاً موجودة على موقع الهيئة. كيفية التواصل مع الهيئة؟ كيف لدي استفسار؟ الورشة الآن موجودين، سيتم إن شاء الله شرحها مع الأخت عفان، لكن إذا ما تواصلنا ما أستلم استفساري أو لدي استفسار مستقبلاً، الهيئة العامة للزكاة والدخل قنواتها موجودة على حساباتنا الرسمية في موقع الهيئة، وأيضا في موقع الحساب الهيئة في تويتر يتم الرد على جميع استفسارات المكلفين أو العملاء أو لمن لديه أي استفسار. أنا أشكر الجميع وأتمنى أني قدمت يعني ملخص عن الأحكام الانتقالية لتطبيق نسبة الضريبة 15% بشكل مفصل وواضح للجميع. حاولت أني أبسط جميع الأمثلة، حاولت أني أبسط جميع القواعد للسهولة والإيضاح للكامل. أترك الآن المايك للأخت عفاف الفيفي للرد على استفساراتكم، وشكرا لك. شكرا أستاذ عبد الله. أولا راح نبدأ بالأسئلة التي وردت بكثرة للهيئة، ومن ثم اللي عنده سؤال حاليا الآن يضعها في مربع الأسئلة والأجوبة حتى نمر عليها. بالنسبة للسؤال الأول، نرجو توضيح التعامل مع عقود تأجير المحلات التجارية، هل هي 5% أم 15%؟ لكي نلخص موضوع العقود، عند النظر إلى العقود ننظر إلى تاريخ العقد. جميع الفواتير الصادرة عن عقود اعتمدت بعد تاريخ الإعلان عن الضريبة تعتمد على تاريخ التوريد الفعلي للسلع والخدمات لتطبيق النسبة. لو التوريد الفعلي تم قبل 1 يوليو 5%، لو التوريد الفعلي بعد 1 يوليو نطبق نسبة 15%. الاختلاف في المعاملة يظهر لو كانت العقود موقعة قبل 11 مايو. هنا ننظر إلى نوع العميل لتحديد المعاملة. هل العميل جهة حكومية أو عميل يحق له خصم المدخلات بالكامل؟ إذا نطبق نسبة 5% عن التوريدات المتعلقة بهذا العقد إلى نهاية العقد أو تجديده أو انتهاء المرحلة الانتقالية. أما لو كان العميل عميل غير مسجل أو عميل لا يحق له خصم المدخلات، هنا نطبق أحكام الفواتير وليست العقود. يسأل سائل ما هو خصم ضريبة المدخلات أو ماذا يعني خصم ضريبة المدخلات بالكامل؟ أنه يجوز له العميل يجوز له خصم كامل الضريبة التي يتحملها الشخص الخاضع للضريبة على السلع والخدمات التي تنسب حصرا
مباشرة إلى توريدات خاضعة للضريبة. بمعنى يعني بشكل مبسط أنه العميل كل توريداته أو كل مبيعاته خاضعة للضريبة، إما بنسبة أساسية أو نسبة صفر، يعني ما عنده نشاط معفي أو ما يطبق الخصم النسبي. بعد 1 يوليو 2020، سؤال آخر، بعد 1 يوليو 2020 ما هي الحالات التي تصدر بها فواتير ضريبية بنسبة 5%؟ هنا لن يخرج ذلك عن حالتين، إما فواتير مصدرة عن عقود تمت قبل 11 مايو 2020 وهذه العقود أبرمت مع عميل خاضع يحق له خصم ضريبة المدخلات بالكامل أو مع جهة حكومية، أو فواتير صادرة عن توريدات فعلية تمت قبل 1 يوليو 2020. يعني إذا شفت فاتورة فيها 5% وتاريخ الفاتورة بعد 1/7 ما تخرج عن هذه الحالتين. في حال تم إصدار فاتورة بعد تاريخ الإعلان عن الضريبة وتم استلام المبلغ بالكامل لكن التوريد الفعلي تم بعد 1 يوليو، هل ستخضع نسبة 5%؟ بعد 11 مايو يتم النظر فقط إلى تاريخ التوريد الفعلي، لن يتم النظر إلى تاريخ إصدار الفاتورة أو تاريخ استلام المقابل، فقط التوريد الفعلي. كيف يتم التعامل مع الدفعات المقدمة المستلمة قبل 1 يوليو لكن التوريد الفعلي بعد 1 يوليو؟ الدفعة المقدمة تتبع نسبة التوريد المتعلق بها، فإذا كانت الدفعة المقدمة تتعلق بتوريد يخضع نسبة 5% تظل الدفعة المقدمة نسبة 5%، إذا كان التوريد المتعلق بالدفعة المقدمة يخضع نسبة 15% الدفعة المقدمة تخضع نسبة 15% وتصدر عنها فاتورة متممة. في حال تم إصدار فاتورة قبل 11 مايو والخدمات ستقدم بعد 1 يوليو هل ستطبق 5% أم 15% على ذلك التوريد؟ غالباً يتكرر هذا السؤال مع قطاع المدارس الأهلية. هنا نطبق أحكام الفواتير إذا كان العميل مستهلك نهائي، نطبق أحكام الفواتير وتخضع الفواتير لنسبة 5% بحدود، يعني هذا شرط مهم، بحدود المبلغ المسجل في الفاتورة على أن يتم الانتهاء من التوريد قبل انتهاء المرحلة الانتقالية يونيو 2021. في حال تم شراء سلعة منتهية بالتمليك قبل تاريخ 1 يوليو هل ستخضع الأقساط لنسبة 15% بعد تاريخ 1 يوليو؟ هذا يعد بمثابة توريد واحد للسلعة في تاريخ نقل الملكية وحق التصرف بها كمالك، أي بمعنى في تاريخ نقل الملكية إذا كانت تطبق نسبة 5% إذن 5% كامل الأقساط، إذا كان 15% وقت شراء السلع المنتهية بالتمليك إذن كامل الأقساط سوف تخضع نسبة 15%. هل يلزم شهادة خطية لإثبات حق العميل في خصم المدخلات لتطبيق نسبة 5% على العقود مع العملاء المسجلين؟ لم تلزم الأحكام الانتقالية توفير شهادة خطية من العميل لاستمرار معاملة العقد بنسبة 5%، لكن ألزمت أن يكون العميل له حق خصم كامل المدخلات لتستطيع توريد العقد بنسبة 5%، ويحق المورد الرجوع للعميل لطلب أي إثباتات تثبت هذا الحق، إما عن طريق شهادة خطية أو نوع نشاط العميل أو ما إلى ذلك من إثباتات. نعود لأسئلتكم. السؤال من أخ محمد، سؤالي كالآتي، هل العمولات الخارجية الواردة لحسابنا بعملات مختلفة من شركات خارج السعودية هل يتم فرض ضريبة عليها أم لا؟ في حال كان الجواب عند رفع لا عند رفع الإقرار الضريبي هل تثبت ضمن المبيعات المعفاة من الضريبة؟ العمولات الخارجية في الغالب أدت عن خدمات أنت أديتها فترجع إلى نوع الخدمة، العمولات مرتبطة بنوع الخدمة اللي أنت أديتها، هل الخدمة التي أنت أديتها 5% أم تنطبق عليها أحكام 0% معفاة؟ في هذه الحالة أنت تربط العمولة بالخدمة التي أديتها، لو كانت الخدمة مؤداة نقول أنه أداء مكان أداء الخدمة خارج المملكة، هذا مثال، لو مكان أداء الخدمة خارج المملكة فتقول أنه خلاص هذه خارج النطاق، أديت الخدمة في مكان خارج المملكة، لو الخدمة أديتها داخل المملكة إذن العمولة تخضع لضريبة القيمة المضافة. يعني لا يعني العملة، نوع العملة التي دخلت في بنوكك لا تؤثر على استحقاق الضريبة من عدمها، بل بنوع الخدمة التي أنت أديتها.
بالنسبة للسؤال الآخر، العقود، هل العقود الحكومية تشمل السلع أو الخدمات فقط؟ على حسب العقد، عقد الحكومي، العقد يعني بالعقد الحكومي تربط، هل هو يشمل سلع، سواء يشمل سلع أو يشمل خدمات، المهم الطرف أنه مع حكومة. ما المقصود أن العميل حق خصم ضريبة المدخلات بالكامل؟ جاوبنا على هذا سابقاً، أنه جميع نشاطه خاضع لضريبة الأساسية أو الصفر، لا يوجد لديه معفي. كيف أتأكد أن العميل له حق خصم ضريبة المدخلات بالكامل؟ بطريقتك، ممكن أنك تطلب شهادة خطية بالعميل، ممكن أنك تعرف أن العميل نشاطه، طبيعته ما عنده نشاط معفي، كل نشاطه خاضع للضريبة الأساسية، فبإمكانك أن تطلب أي إثباتات من العميل. إذا كان التعاقد تم قبل 11/5 لكن يتم إصدار فواتير شهرية بما تم توريده، وللعميل الحق في خصم المدخلات بالكامل من النسبة الضريبية التي يجب تطبيقها، واضح من السؤال هنا تنطبق أحكام العقود قبل 11/5 مع عميل حق له خصم المدخلات، إذا تطبق إلى انتهاء العقد أو تجديده أو انتهاء الفترة الانتقالية. هناك انتشار شهادات بين الشركات بخصوص تأكيد خصم الضريبة لدى العميل، لا مانع، أنا قلت هذه من أنواع الإثباتات التي يلجأ لها المورد للتأكد من حق خصم ضريبة المدخلات لدى العميل. هل يعتبر أمر الشراء عقد ويسري عليه نفس الاشتراطات الواردة بالدليل الإرشادي؟ يجب أن يكون أمر الشراء متوفر فيه جميع شروط العقد، يعني مثلا يكون بين طرفين والطرفين معمدين، يوجد تاريخ، يوجد وصف للخدمة، يوجد تاريخ انتهاء. إذا توفرت جميع شروط العقد في أمر الشراء إذا يعتبر عقد ويمكنك معاملة على هذا الأساس. الشراء المباشر من جهة حكومية يكون بدون عقد والتوريد من عام 2019، كم النسبة التي تطبق بداية من يوليو 2020؟ هل هي 5 أم 15%؟ مع العلم لا توجد أي عقود حتى تاريخه، يعني السؤال يحتوي على الإجابة، لا يوجد عقود، معنى أن العقد يتم عندكم عند الطلب مباشرة من الجهة الحكومية، إذا تاريخ التوريد أو تاريخ طلبهم يطبق النسبة فوق تاريخ الطلب، بعد 1/7 راح يكون 15%. هل عند عمل مردود مبيعات في شهر 7/2020 على أنه تم بيع الفاتورة من البداية في شهر 6/2020؟ هل يتم العمل مردود بنسبة 5% كما في أصل فاتورة البيع؟ نعم، هذه توريدين منفصلين، ولو بدلت له البضاعة يعتبر توريد جديد، فتطبق عليه شروط النسبة الأساسية الجديدة 15%. هل لدينا عقود محلات تجارية مبرمة قبل 11 مايو ومستمرة إلى ما بعد 1 يوليو 2021؟ فكيف يتم احتساب الضريبة عليها؟ وكذلك هناك عقود تم إبرامها بعد 11 مايو 2020؟ هذه جاوبناها مسبقاً، تنظر من عميلك، العقود التي قبل 11/5 عميلك خاضع يحق له خصم المدخلات تطبق النسبة إلى تجديد العقد، وبعد والعقود التي وقعتها بعد 11/5 يعني تطبق الأحكام الانتقالية بالنسبة لهذه العقود. بالنسبة فاتورة تغيير الزيت أو صيانة سيارات تابعة المصنع، هل يتم استردادها أم تعتبر مستهلك؟ أي مصاريف تتحملها لغايات نشاطك الاقتصادي تعتبر يحق لك الخصم، يحق لك خصم المدخلات بالنسبة لها، ويمكنك أن تعتبر ويمكنك أن تستدرد الضريبة المتعلقة بها. طبعا بافتراض أن كل نشاطك خاضع، لا يوجد لديك نسبة الخصم النسبي. بالنسبة للأصول الثابتة مثل الآلات والمعدات تابعة مصنع بغرض استهلاك، هل يتم استردادها ضريبة أم تحسب كتكلفة؟ هذه أصول رأسمالية وممكنك أن تحسبها تستردها كضريبة إذا كانت آلات والمعدات تخدم نشاطك الاقتصادي. هل شكل الإقرار الضريبي سيكون به خانات نسبة 5% ونسبة 15%؟ نعم، يمكنك، سوف يكون هناك خانتين، نسبة 5 ونسبة 15% في الإقرار، ويمكنك أن تحدد أنه ما يكون الإقرار فيه 5%، فقط يكون إقرار شامل فقط 15%. فواتير مشتريات تحمل ضريبة بنسبة 5% تخص فترة حتى 30/6 ولم يتسنى لنا إدراجها في الإقرار الربع الثاني، كيف يتم الإفصاح عنها في إقرار الربع الثالث؟
سوف يكون إضرار يشمل النسبتين مثل ما قلنا سابقا، وإمكانك أن تضع في النسبة الخاصة بها مشتريات 5%. بخصوص فواتير المشتريات، هل المورد ملزم تسجيل اسم المؤسسة والرقم الضريبي الخاص به كعميل؟ نعم، لقبول الفاتورة بإمكانك ترجع لشروط سواء فاتورة مبسطة أو فاتورة كاملة، ألزمت أن يكون هناك اسم المؤسسة والرقم الضريبي للعميل. لدي أمر توريد صادر من يناير 2020، توريدات مستمرة، وقد تم توريد البضاعة في 30 يونيو ولكن الفاتورة صادرة في يوليو 2020. هل يتم تطبيق الضريبة 5% على الفاتورة الصادرة؟ وما هو المستند الكافي والمعتمد لدى الهيئة الذي يثبت أن التوريد تم في 30 يونيو؟ هل يكتفي سند استلام بضاعة؟ نعم يكفي أي إثبات عندك أن البضاعة أن التوريد تم قبل 30 يونيو، ويفضل أن الفواتير اللي يكون فيها 5% تذكر، والخمسة بالمئة تتعلق على فترة التوريد، يكون في الفاتورة نفسها تاريخ التوريد، يعني غير تاريخ إصدار الفاتورة، تاريخ التوريد في تاريخ كذا كذا اللي هو قبل 1/7. عمولة الوساطة بين الشركتين تخضع لضريبة القيمة المضافة. جميع الخدمات المبدأ في الضريبة الشمولية، جميع الخدمات ما عدا ما ذكر في اللائحة يخضع النسبة الأساسية. ما تغير الآن فقط أن النسبة بدل ما تصبح 5% في السلع والخدمات أصبحت 15%. هل يمكن اعتبار أمر الشراء الصادر؟ تكلمنا عن هذا قبل قليل. نعم يمكن في حال توفر شروط العقد في أمر الشراء. ماذا يقصد؟ كيف يمكن التحقق من معرفة؟ وهذا جاوبناه سابقا، بإمكانك الرجوع للعميل أو يكون واضح من نشاط العميل أنه يحط له خصم ضريبة المدخلات. برضو هذا تمت إجابته سابقا، ماذا يحق العميل خصم ضريبة المدخلات؟ هل تعتبر أوامر الشراء برضو عقود؟ نعم جاوبنا عليه سابقا إذا توفرت جميع الشروط. عندي عقد مع شركة تأمين تكون الدفعات وفيه دفعة تستحق في شهر 8، وعند توقيع الاتفاقية تم ذكر تواريخ الدفعات، هل شهر 8 تكون الضريبة 5% أو 15%؟ بالنسبة ننظر، هل أنت عميل؟ يعني هذا عقد مع شركة تأمين، هل أنت عميل لحق له خصم ضريبة المدخلات بحيث أنه ولا مستهلك نهائي؟ إذا مستهلك نهائي نعم، من بعد 1/7 على حسب تاريخ التوريد تطبق نسبة 15% على الدفعات أو الأقساط الجديدة. هل يعتبر طلب الشراء إذا كان في نفس بنود الفاتورة من قبل 11 مايو 2020 ويتم التوريد بعد 1 يوليو 2020 بنسبة 5 أم 15%؟ الآن طلب الشراء إذا كان شامل العقود، يعني شامل في شروط أن نستمر بمعاملة هذا أمر الشراء كأنه عقد، والعقد مع جهة وطلب الشراء مع جهة حكومية أو مع عميل يحق له خصم مدخلات، فجميع التوريد الخاص بأمر الشراء إلين انتهاء المرحلة الانتقالية يعتبر 5%. أما إذا كان أمر الشراء مع عميل لا يحق له خصم المدخلات، إذن أمر الشراء بحدود المبلغ الموجود في أمر الشراء يعتبر 5% إلى تاريخ انتهاء فترة المرحلة الانتقالية. بالنسبة لتحصيل الفواتير، لو في تأخير في السداد هل ممكن أن تسجل الفواتير بتاريخ التحصيل؟ لا، احنا قلنا أن التوريد يكون بالاستلام، يعني اللائحة حددت أنك تورد الخدمة بتاريخ إصدار الفاتورة أو استلام الدفعة أو أداء الخدمة أيهما أسبق، فكونك تتأخر إلى أن تستلم الدفعة سوف يترتب عليه غرامات. لو وقع العقد مع عميل في يناير 2020 ويتم السداد كدفعات شهرية وأصدرت دفعة ثالثة بتاريخ بعد يوليو 2020، كم تحتسب الضريبة في هذه الحالة على حسب نوع العميل؟ هل العميل مستهلك نهائي؟ الدفعة التي بعد يوليو 2020 سوف تطبق عليها النسبة الجديدة. لو العميل يحق له خصم ضريبة المدخلات بالكامل، إذن أنت تعامل هذه الدفعة بنسبة 5% إلى انتهاء العقد أو تجديده.
شركتنا تقدمت في منافسة مع جهة حكومية في منافسة لجهة حكومية قبل 11/5/2020، ولكن لم تنتهي إجراءات الترسية من جهة حكومية إلا بعد 1/7/2020. كيف يتم التعامل مع جهة، لأن الجهة الحكومية رفضت تعديل قيمة العقد حسب اللائحة وحسب الأحكام الانتقالية يعتبر من تاريخ الترسية. فمثل سؤالك أنك تقول تاريخ الترسية صار بعد 1/7/2020، إذا تطبق النسبة الأساسية الجديدة. في حال كان وجود عقد مقاولات تم توقيعه قبل 31 مارس 2018 ومحدد المدة لمدة عامين، أين تاريخ الانتهاء 31 مارس 2020؟ لكن نظرا لتعطل العمل بالمشروع استمر التوريد والأعمال المنفذة حتى بعد 1 يوليو 2020. يعني ما فهمت السؤال. الآن تجدد العقد بعد 31، يعتبر أنه تاريخ الانتهاء 31 مارس. بمجرد تاريخ الانتهاء يعتبر بما أنكم ما زلتم تستمرون أديتم الأعمال كأن عقدكم تجدد، حتى لو أنه يعني أنه تقولون أنه ما في تجديد عقد، خلاص كأن العقد تجدد. ونعتبر أنه من بعد 31 مارس 2020 عقد جديد. طيب الآن أنتم قبل الأحكام الانتقالية لازم استمروا حتى بعد 1 يوليو، بس برضو لازم يكون أنه تثبتون أنه الأعمال أنه في عقد بينكم جديد عشان نستمر بمعاملة العقد بنسبة 5%. طيب هل سنطبق 5 و15% للأعمال المنفذة بعد 1 يوليو 2020؟ لازم أنك تثبت أنه شروط المرحلة الانتقالية انطبقت عليكم. هنا لا يوجد عقد، كيف يمكنك أن تطبق، كيف يمكنك أن تطالب باستمرار النسبة 5% على العقد؟ في الغالب أنه سوف يطبق 15%. لدينا مشروع مبرم عقده بعام 2015 وانتهت المدة النظامية للمشروع بعام 2018. ما هي الضريبة المفروض تطبيقها على المستخلصات المصدرة بعد 1/7/2020؟ هذا مثل السؤال السابق. يجب عليك أن تثبت أن جميع شروط الأحكام الانتقالية منطبقة عليكم، يوجد عقد وأن العقد موقع قبل وأنه مستمر، وبالتالي بمجرد انطباق الشروط بإمكانك معاملة المستخلصات بنسبة 5%. هل سوف تسري أحكام الاتفاقية الموحدة لمجلس التعاون خاصة في اختلاف النسبة الضريبية؟ إلى الآن لا يوجد ربط بيننا وبين مجلس التعاون. حالياً يعامل مجلس التعاون الخليجي كأنه جهات كأنه تصدير واستيراد من الخارج. ممكن تعطوني أثر التوريد خدمات المالية من البنوك وجهات الاتصالات خلال المرحلة الانتقالية؟ ما هو واضح السؤال، يعني هل يوجد لديك عقد مع خدمات؟ الخدمات المالية يعتبر أنها معفاة، والعمولات التي عليها والرسوم يعتبر أنها خاضعة للنسبة الأساسية. ما زالت الأحكام الانتقالية بالنسبة للخدمات الانتقالية خدمات المالية والاتصالات على نفس الأسس السابقة قبل تغيير النسبة. ما هي الخدمات والمنتجات التي لا تشمل ضريبة 15%؟ مثل ما تكلمنا سابقا، جميع الضريبة المضافة تتبع منهج الشمولية، جميع الخدمات والسلع تخضع للنسبة الأساسية اللي هي الآن أصبحت 15%، ما عدا الخدمات الصفرية والخدمات المعفاة وخارج النطاق، وهذه بإمكانكم ترجعون للائحة. لكن نقولها بشكل مبسط أن الصفرية هي الصادرات، أو أنه الخدمات المؤداة في الخارج، أو أنه وبالنسبة المعفية الخدمات المالية، الإيجار السكني. فبإمكانكم رجوع اللائحة للاستزادة من هذا الموضوع. في الآونة الأخيرة عندي سؤال عن قروض القرض. السلام عليكم، عندي سؤال عن قروض قرض مبرم في عام 2015، هل يحق أن تفرض الضريبة على الأقساط الجديدة؟ مثل القرض يعتبر خدمات مالية معفاة، لا يوجد عليه نسبة ضريبة على الأقساط. في الآونة الأخيرة لم تستوفي الجمارك ضريبة القيمة المضافة على الواردات، ما وضع هذه الضريبة
هل هي معلقة وسوف تستقطع مستقبلا المكلفين أم سيكون هناك عفاء تام؟ هي أجلت، هي ضريبة أجلت حاليا في الفترة التي استوردت فيها الضريبة أو التي قمت فيها بالاستيرادات تضعها في خانة الاحتساب العكسي، ومن ثم بعد التأجيل بإمكانك أن تقدمها في عند الدفع، يمكنك أن تقدمها في الإقرار الضريبي، ولا أستاذ عبد الله؟ نعم صحيح. توريد بضاعة المرة واحدة مرتبط بعقد توريد الجهة الحكومية، العقد قبل 11 مايو ولم يتم التوريد وانتهت مدة العقد دون التوريد، لحظة، وحاليا يتم التوريد بعد انتهاء العقد، هل تطبق 5%؟ عقد قبل 11 مايو ولم يتم التوريد وانتهت مدة العقد دون التوريد وحاليا يتم التوريد بعد انتهاء العقد، هل تطبق نسبة 5%؟ يفترض أنه حتى انتهاء العقد أو تجديده تكون قمت بالتوريد، طالما أنه يعتبر أن العقد انتهى تطبق نسبة 15% على التوريد الذي تم بعد تاريخ انتهاء العقد. أنا هذا رأيي. نعم صحيح، لأن هنا تجديد العقد، العقد انتهى والآن بعد ما تم التوريد يعتبر أنه تم تجديد العقد، زيادة بند أو زيادة مدة حسب ما أحكام التجديد نفسها. نعم. فيتطبق النسبة 15%. في حال تم دفع ضريبة 15% مع أن الاستحقاق بسبب العقد المستمر 5%، فهل هذا يعتبر مخالف؟ معلش ما السؤال ما هو واضح، لو تعيد صياغة السؤال أخ خالد، ممكن تعيد صياغة السؤال؟ بأزيلها الآن وعيد عليه صياغة السؤال عشان يكون أوضح من الصياغة الحالية. تم توقيع عقد من شهر 5 ولم تحدد الكمية ويوجد طلب شراء ولم يتم التوريد حتى تاريخه، هل يتم احتساب النسبة 15 أم 5% حسب العقد المبرم؟ طيب العقد بعد 11/5 يعتبر بتاريخ التوريد، لو قلنا أنه بعد 11/5 بعد تاريخ التوريد، مجرد ما تورد البضاعة، البضاعة التي وردت تعتبر في تاريخ التوريد تطبق النسبة التي في تاريخ التوريد، لو كانت قبل 1/7 تطبق نسبة 5%، بعد 1/7 نسبة 15%. كيف تكون الفاتورة الإضافية للضريبة؟ تكون بالنسبة 10% نسبة الفاتورتين، يعني تصدر لها فاتورة بالمبلغ أو تصدر لها فاتورة بالمبلغ الإضافي اللي المفروض كان يدفع. يفترض أنني أخذت قرض تمويلي من صاحب المنشأة ودخل في حسابي في البنك، هل يفرض عليه ضريبة؟ القروض التمويلية تعتبر من الخدمات المعفاة، الشركة تحرر عقد بيع وحدات سكنية قبل 11 مايو والسداد على دفعات والتسليم بعد 1 يوليو، ما هو سعر الضريبة؟ بيع الوحدات السكنية خاضع، بذلك في تاريخ التسليم أو تاريخ حق التصرف بالسلعة بالمنتج يعتبر تطبق النسبة الأساسية عند ذلك التاريخ، جاوبنا عليه سابقا، القرض يعتبر خدمات معفية. طيب أنا عندي مبيعات تصدير والتصدير غير خاضع، وبالتالي هل الموردين الذين أتعامل معهم سوف يصدرون فواتير ب 15% حتى لو تم التعاقد قبل 11 مايو ومستوى؟ أوكي، بس التوريد خاضع، التصدير خاضع نسبة 0%، أنت يحق لك لو أنت ما عندك مثلا نقل نشاطك فقط تصدير، كل نشاطك فقط تصدير وتصدير 0%، يحق لك خصم كامل المدخلات، لا تطبق أنت نسبة الخصم النسبي، طريقة الخصم النسبي على مدخلاتك أو مشترياتك، إذن نعم يحق لك إصدار شهادة أنه يحق لك خصم المدخلات. معالجة فواتير الدفعات المقدمة، في حال إصدار فواتير دفعات مقدمة قبل 11 مايو وتم التوريد بعد 1 يوليو، فهل يخضع التوريد ل 5%؟ مع العلم أن الدفعات المقدمة تغطي كامل التوريد دون اشتراط إمكانية خصم كامل المدخلات من قبل العميل، حيث أنها معاملة
فواتير وليست عقود. تكلمنا عن هذا السؤال سابقا أن الدفعات المقدمة تخضع للنسبة الخاصة بالتوريد، لو كان التوريد يخضع بنسبة 5% فالدفعة المقدمة تخضع بنسبة 5%، لو أن التوريد يخضع بنسبة 15% تدرس التوريد، وعلى أساس دراستك للتوريد تحدد معاملتك للدفعة المقدمة. بشأن عقود المشاريع مع الشركات التجارية وربط فترة بداية العقد مع بدء بالتنفيذ الأعمال ما بين الفترة 11 مايو 30 يونيو، هل يتم تطبيق 5% حتى 30 يوم ومن ثم 15% بعد ذلك؟ هذه تطبق عليها أحكام العقود. هنا ما ذكرت متى كان عقود المشاريع، ولو كان عقودك مع المشاريع حتى لو أن الفترة البدء بتنفيذ الأعمال تم ما بين الفترة 11 مايو، أنت عليك بتاريخ عقد المشروع. تاريخ عقد المشروع لو كان بعد قبل 11/5 تبدأ تدرس إمكانية تطبيق الأحكام الانتقالية. إذا تطبقت عليها أحكام الانتقالية هنا تستمر 5% حتى 30 يونيو. لو لم تنطبق عليها الأحكام الانتقالية تطبق عليها 15% بعد 1 يوليو على التوريدات التي قمت بها. قامت الشركة بإصدار فواتير للعملاء قبل 1 يوليو، وتم توريد بضائع للعميل برضو قبل 1 يوليو، والفاتورة شاملة ضريبة القيمة المضافة، ولكن تقوم الشركة بتقديم خصم تعجيل للسداد في خلال شهر، بذلك جميع الفواتير التي تم إصدارها قبل 1 يوليو يكون عليها خصم تعجيل سداد، لكن تاريخ تسجيل الخصم سوف يكون بعد 1 يوليو. هل سيكون هناك تسجيل الخصم يكون بضريبة 5% أم يكون ب 15% على البضاعة؟ يبدو لي أنك أنت قمت بالتوريد قبل 1 يوليو وتسأل عن الخصم كتعديلات. إذا التعديلات تضعها في النسبة المخصصة لها، التعديلات تتعلق بنسبة 5% تضعها في مكانها المخصص 5%، أو تضع التعديلات في نسبة 15% لو كانت التعديلات تتعلق بالتوريد، وهنا واضح من سؤالك أنها تعديلات تتعلق ب 5%. شركة نقل حاويات بالنسبة لفواتير الديزل هل تخصم ضريبياً؟ أي فواتير تتحملها لغايات نشاطك الاقتصادي يحط لك خصمها، ما عدا إذا كانت هي هذه الفواتير لا يحط لك خصمها، إما لأنها أنشطة ترفيهية أو فواتير شخصية أو الاستثناءات الخاصة بخصم ضريبة المدخلات. بالنسبة للضريبة على المصروفات الشركة، هل ينطبق لشركة ينطبق على بعض مبيعاتها ضريبة صفرية وبعضها ضريبة 15%، هل يتم خصم ضريبة المدخلات؟ الضريبة الصفرية تختلف، يعني برضو لازم ترجعون لها عشان تفهمون هذه النقطة أكثر. الضريبة الصفرية تختلف عن الضريبة المعفية، تختلف عن الضريبة خارج النطاق، وكلهم صفر، يعني كلهم ما راح تدفع عليهم ضريبة، بس اللي ما يحق لك خصم ضريبة المدخلات عنها هي الضريبة المعفية، يعني أو النشاط المعفي. فالمصاريف التي تتحملها لأجل نشاط معفي أو نشاط غير اقتصادي هنا لا يحق لك خصم ضريبة المدخلات خاصة بها. من سؤالك تقول ضريبة صفرية، يعني أنه مثلا أنا راح أفترض أنها ضريبة صفرية صادرات أو خدمات أدت في الخارج، هنا يحق لك، أو مثلا نقول أنه الخدمات التي أدت لمواطنين سعوديين التي تحملتها الدولة عن التعليم الأهلي والسلع الصفرية، هنا لا يحق لك خصم ضريبة المدخلات بالكامل 15% أو 5%. من فضلك هل يجوز الاحتساب 5 على عقد على العقود قبل 11/5 حتى لو كان العميل مستهلك نهائي؟ لا، إذا كان العميل مستهلك نهائي أنت تطبق هنا أحكام الفواتير. لو كان بينك وبينه فاتورة مبلغ مذكور فيها مبلغ وأصدرته وأعطيتها الفاتورة، هذه الفاتورة فقط هي التي تطبق عليها نسبة 5% بشرط أن يتم التوريد قبل يونيو 2021 فقط، هذه الحالة الوحيدة التي تطبق فيها نسبة 5%. عقد حكومي متأخر من عام 2019 تم التسليم بتاريخ 10/7/2020، إذن السؤال ما هو؟ خلاص العقد الحكومي إذا كان متوقع من قبل 5 تعتبر 5% لانتهاء العقد.
طيب، يتم الحصول على دعم من صندوق تنمية الموارد، يتم تسجيله في حساب الإيرادات، هل هذا الدعم يخضع الضريبة؟ لا، هذا لا يخضع الضريبة. بالنسبة لعقود الإيجار المبرمة قبل 11 مايو 2020، وتم تخفيض قيمة الإيجار بعد تاريخ 11 مايو، هل يطبق عليه نسبة 5% أم 15%؟ أوكي، أنا أرى أنه تنظر أول شيء هل العقود مع مستهلك نهائي يطبق عليه، هل العقود مع مستهلك نهائي وعميل يحق له خصم مدخلات بالكامل؟ إذا كان عميل مستهلك نهائي هذا يعتبر التوريد، خلاص التوريد التخفيض قيمة الإيجار يعتبر عليه 15% من بعد تاريخ 1/7، أي إيجارات تستلمها راح تضع عليها نسبة 15%. أما لو تتكلم أنه مع نشاط تجاري أو عميل مسجل في الضريبة ويحق له خصم من المدخلات، هنا تطبق نسبة 5% حتى انتهاء العقد. بما أنه هذا تخفيض النسبة يعتبر زي ما تقول تغيير جوهري في العقد، إذا تطبق نسبة 15% على الأقساط الجديدة. سؤال، ما هي السلع والخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة؟ طيب، الخدمات المعفاة مثلا نقول الإيجار السكني، خدمات المعفاة، الخدمات المالية، خدمات المعفاة، هذه النشاط يعني. وبإمكانك ترجع للبنود الخاصة كل واحدة منها، يعني الخدمات المالية ترجع تفصل فيها في الدليل الإرشادي الخاص بها. سؤال عن مبلغ التمويل أخذته المؤسسة من صاحب المؤسسة برضو القرض. راح نشيل أي سؤال يتعلق بالقروض، القروض وأقساطها لا يعتبر عليها ضريبة ما عدا الرسوم والعملات المتعلقة فيها فقط. هل أتعاب استشارات ولا أتعاب مهنية يجوز خصم ضريبة المدخلات عليها؟ نعم، الاستشارات وأتعاب المهنية خاضع ضريبة القيمة المضافة، وبالتالي يجوز لك خصم المدخلات. عند رفع إقرارات الضريبة يلزم السداد فورا، أما تسدد فورا أو تلجأ تقدم طلب خطة تقسيط على السداد. فهل تنطبق السلع في حال ما تم بظروف أو تعليق الطيران تم تأجيل تذاكر السفر، هل تنطبق عليها فرق قيمة الضريبة؟ إذا كانت التذاكر هذه مثل أحكام الفواتير، تطبق أحكام الفواتير عليها. هل الفواتير أنت استلمتها قبل 11/5؟ إذا الفاتورة إلى أن تؤدي إلى أن تسافر أو تؤدي الخدمة الموجود في الفاتورة يعتبر 5%، لكن لو الفواتير بعد 11/5 نعم، لما تسافر أو تؤدي الخدمة نعم يطبق عليها فرق قيمة الضريبة. عقد إيجار أبرم في 30/6 ويبدأ فعليا من، واستلمنا مبلغ الإيجار في يوليو 20 بينما ظهر في العقد بضريبة 5%، كيف تحسب الضريبة؟ عقد الإيجار أبرم في 30/6 أي بعد انتهاء المرحلة الانتقالية أو بعد الإعلان عن الضريبة، إذن بعد 1/7 تطبق النسبة الجديدة على طبعاً أنا راح أفترض أن هذا الإيجار إيجار محل أو إيجار تجاري، فتطبق عليها نسبة 15% النسبة الجديدة. بالنسبة للضريبة على المدخلات، الشركة ينطبق على بعض مبيعاتها ضريبة صفرية وبعض مبيعاتها ضريبة 15%، جاوبنا على هذا السؤال. تنظر إلى نوعية الضريبة الصفرية التي لديك، إذا كان عندك نشاط معفي تطبق نسبة الخصم النسبي. هل مبيعات دول مجلس التعاون تخضع للضريبة الآن؟ نعم، هي على حسب دول مجلس التعاون، إذا كانت تطبق الضريبة عندها تخضع للضريبة. يمكن قصدك الاستيرادات، هل هي تخضع للاستيرادات 15%؟ نعم، دول مجلس التعاون تخضع للنسبة، الاستيراد عنها يخضع نسبة 15%. هل يحق المؤسسات والشركات خصم ضريبة القيمة المضافة التي تصدرها شركة التأمين ونعتبرها مشتريات؟ نعم، يحق لك أي مصاريف تتحملها لنشاطك الاتصالي يحق لك الخصم. ما هي السلع والخدمات المعفاة من قيمة الضريبة المضافة؟ جاوبنا عليها سابقا، جميع السلع والخدمات تخضع النسبة الأساسية ما عدا ما ذكر في اللائحة والنظام. الخدمات المعفاة هي الخدمات المالية وخدمات الإيجار السكني.
لدينا عقود مقاولات موقعة قبل 11/5/2020 مع أفراد، هنا لا نطبق أحكام العقود لإنشاء ونطبق عليها ضريبة خمسة، هل يطبق عليها 15%؟ نعم مع أفراد. من السؤال واضح أنه تطبق عليها نسبة 5%. عقد تم توقيعه في 5 مايو 2020، والتوريد ابتدأ بعد 1 يوليو 2020. على حسب العقد العميل، تنظر إلى العميل من هو عميلك، هل هو حكومة عميل يحق له خصم المدخلات تطبق النسبة 5%، هل هو مستهلك نهائي عميل لا يحق له خصم المدخلات تطبق النسبة الأساسية الجديدة. متى سوف يتم فرض الضرائب؟ الآن الضرائب هذه جميعها موجودة، المضافة الانتقائية. متى سوف يتم استيفاء الضرائب المؤجلة؟ ممكن أستاذ عبد الله تجاوب على السؤال؟ بالنسبة للضرائب المؤجلة اللي بالنسبة للقرارات حسب المبادرة من الهيئة العامة للزكاة والدخل، المبادرة أعطت من 18/3/2020 إلى 30/6/2020. جميع المبادرة هذه للقطاع الخاص بعد تضررها من أزمة كورونا، تم تأجيل قرارات وتأجيل السداد إلى شهر يونيو اللي هو يوليو من 1/7 لتقديم القرارات. بالنسبة للقرارات الشهرية لكل فترة تم الإعلان عنها لتأجيلها حسب الفترة المخصصة فيها إلى شهر أغسطس أعتقد على ذلك، وهو موجود بالنسبة للاستيفاء المؤجل موجود لنا دليل إرشادي للمبادرة التي قامت فيها الهيئة العامة للزكاة والدخل دعم للنشاط أو القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية، موجود على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل، ودخلت على جوجل وحطيت الهيئة العامة للزكاة والدخل تحصل مكتبة أو أدلة إرشادية تلقى مركز معلومات موجودة أمامك. حياك الله أستاذ عبد المحسن. طيب نرجع لسؤال مسعود، الشراء المباشر من الجهات الحكومية يظل التوريد مستمر ويمكن أن يستمر التوريد أكثر من سنة والتوريد بدون عقد، ما هو موقف الضريبة؟ توريد بدون عقد لا يمكنك أن تطبق أحكام العقود، وبالتالي راح تطبق بتاريخ التوريد النسبة التي تتعلق بذلك التوريد، 5% عن أي توريد يتعلق قبل 1/7 و 15% عن أي توريد يتعلق بعد بعد 1/7 طبق 15%. إذا تم تجديد العقد في مارس 2020 ونهاية العقد، أتوقع هذا السؤال جاوبنا، ونهاية العقد في تاريخ مارس 20، إذا كان يوجد عقد بين الشركتين من تاريخ 1/1/2020 ويتم إصدار فواتير شهرية حسب المعاملات، يتم إصدار ما الوضع بعد تاريخ؟ طيب هذه فواتير من سؤالك، يتم إصدار فواتير شهرية. طيب العقد بين الشركتين من تاريخ 1/1 قبل تاريخ تطبيق الضريبة، إذا تبدأ تشوف مرحلة الانتقالية، هل هو الشركة هذه يحق لها خصم ضريبة المدخلات بالكامل؟ إذا 5% حتى تاريخ انتهاء العقد أو تجديده أو انتهاء المرحلة الانتقالية. عقود مقاولات تشييد منذ 2019 ومستمرة حتى 2020 في حال وجود ملاحق للعقد بشأن بعض البنود، هل يعتبر هذا الملحق عقد جديد ويستحق على العقد 15% من بداية يوليو 2020؟ نعم، لو كان هذا الملحق أنت وقعته بعد تاريخ الإعلان عن الضريبة، هنا هذا يعتبر تغيير جوهري في العقد، وبالتالي تطبق عليه النسبة، تطبق النسبة الجديدة على تاريخ التوريد. القرض أم فائدة القرض هل هو الذي يتم إدراجه بالإقرار الضريبي؟ كلاهما، القرض والفائدة يدرج في الإقرار الضريبي خدمات معفاة. طبعا القرض لا يدرج، هي ليس يعني ليس إيرادات لك عشان تضعه في الإقرار الضريبي. بالنسبة لعقود إيجار المحلات التجارية لمدة 15 سنة والعقد قبل 11 مايو ويوجد إيجار مستحق في 15 يوليو 2020، هل المحلات التجارية مسجلة في الضريبة؟ على حسب، لو المحل التجاري هذا مسجل في الضريبة تطبق عليه نسبة 5% حتى انتهاء المرحلة الانتقالية، لو مو مسجل في الضريبة تطبق عليه نسبة 15% من تاريخ 1/7.
طيب ارجعي، فنحن مؤسسة وساطة بين الطالب والجامعات، نوفر قبولات جامعية ونحصل على عمولات في الخارج، هل هذه العمولات تخضع للضريبة؟ تنظر إلى الخدمة، ما هل خدمتك التي تقدمها خاضعة للضريبة أو لا؟ هنا يعني أين أداء الخدمة؟ ما هي الخدمة؟ وتنظر هل تنطبق على النسبة الأساسية أو النسبة الصفرية؟ ومن هنا تحدد نسبة العمولة. في حال شراء بضاعة بتاريخ 11/6/2020 تم دفع فاتورة بضريبة 5% وتم توريدها بتاريخ 2/7 حسب الأحكام الانتقالية انشرت البضاعة لكن التوريد تم بعد 1 يوليو، إذن تصدر فاتورة متممة وتنطبق عليها النسبة الجديدة. طيب في حال تم تصدير دول مجلس التعاون تم دفع ضريبة قيمة مضافة بالجمارك، هل يجوز بتلك الدولة؟ لا، أنت ضريبة القيمة المضافة تتعلق بالضريبة اللي أنت دفعتها هنا، المشتريات التي دفعتها في سواء مشتريات أو استيرادات، ضريبة مضافة في المملكة تخصمها في المملكة. تطبيق الأحكام الانتقالية يقع على مصدر الفاتورة أم هي مسؤولية تضامنية بين البائع والمشتري؟ بمعنى هناك مورد قام بإصدار فاتورة لي ب5% على الرغم من أن المورد كان يجب أن يصدر الفاتورة بخصم 15%، تقع على المورد، هو المفروض يقرر هل يعامل توريده ب5% أم 15%. اتفقت الشركة مع مورد محلي على شراء بضاعة وأن يكون التسليم في خارج مجلس التعاون، تتكفل الشركة برسوم النقل والاستيراد إلى المملكة، هل أطلب من المورد إصدار فاتورة بضريبة 15% قبل 11 مايو؟ طبق الأحكام، يعني هنا أنت الحين البضاعة أديت الخدمة في الخارج، هل أديت الخدمة في الخارج يعني هل هي خدمة خارج النطاق أو أنه أديت الخدمة قبل 11، فيتعامل 5% طبق الوقت التوريد الفعلي للأحكام. أرجو التأكيد، الدفعات المقدمة يصدر فواتير ضريبية، وبالتالي في حال إصدار الفاتورة الخاصة بالدفعة قبل 11 مايو فهي تعامل 5%، صحيح وقت التوريد، وقت التوريد تعاملها 5%، لكن وكانت الدفعة المقدمة تتعلق بتوريد يخضع نسبة 15%، لنقول أنه مثلاً أنك أخذت عربون سيارة، عربون السيارة وقت ما أنت أخذت العربون 5% لأنك أخذت الدفعة قبل 1 يوليو، لكن أنت وردت السيارة بعد 1 يوليو، هنا التوريد بالكامل أصبح 15%، إذن تصدر فاتورة متممة عن الدفعة المقدمة اللي استلمتها قبل 1 يوليو. أتمنى وضحت الفكرة. قامت الشركة بإصدار فواتير للعملاء قبل 1 يوليو وتم توريد البضائع للعميل بعد 1 يوليو والنسبة 5%، هذا السؤال مر صح؟ تقوم الشركة بتقديم خصم تعجيل السداد، مر علينا هذا السؤال، جاوبنا سابقا خلاص التوريد تم، هذا يعتبر تعديلات والتعديلات تتعلق بالنسبة القديمة، إذا تطبق النسبة القديمة. باقي الكثير من الأسئلة، خلينا نشوف أسئلة يعني ما هي مكررة. تقريبا جميع الأسئلة مرينا عليها وجاوبنا، يعني كانت جميعها مكررة من بداية، تتعلق إما بعقود أو تتعلق إما بفواتير قبل 1 يوليو. الله يعطيك العافية أستاذ عفاف. بالنسبة للأسئلة أخوان، الأسئلة تكررت أكثر من مرة فهي موجودة الآن، تقريبا يمكن 16 سؤال أغلبها مكررة. بالنسبة للاستفسارات للجميع الحضور، يمكنكم الآن تواصل مع الهيئة العامة للزكاة والدخل، والسؤال للهيئة فيتم إن شاء الله الإجابة عليها عن طريق حساباتنا الرسمية وعن طريق حسابنا في تويتر. ملحوظة كثرت عليها الأسئلة عن الخدمات المعفاة من ضريبة القيمة المضافة. بالنسبة للائحة وردت في المادة 29 والمادة 30 بعض من الاستثناءات، فالآن عندنا جميع السلع والخدمات خاضعة لضريبة القيمة المضافة إلا ما أستثني في اللائحة،
استثني في اللائحة المعفى من الضريبة المادة 29 والمادة 30، وهي الأجار السكني، الأجار السكني وبعض من الخدمات المالية. الخدمات المالية هذه تحت مؤسسة النقد العربي السعودي مثل البنوك. بعض البنوك لديها خدمات واضحة فتأخذ عليها ضريبة مثل رسوم إصدار صراف، بطاقة صراف، مثل رسوم أي رسوم واضحة. لكن إذا كانت على هامش الربح الضمني المعلومات هذه موجودة في المادة 29 والمادة 30. أيضا في استثناءات وردت للمعالجات وهي خاضعة للضريبة القيمة المضافة بنسبة 0%، النقل الدولي والمعادن الثمينة بنسبة تقاوم 99 والذهب والمعادن الثمينة، وبالنسبة للأجهزة والأدوية الطبية التي تحت سقف وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء هذه تكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بس بنسبة 0%. هذا للإيضاح. أي معاملات برا المملكة يكون صادرات تصدير خارج المملكة فتعامل أيضا على أنها 0%. فهنا نلاحظ أنها 7 أشياء مستثنى، باقي ما تبقى خاضع للضريبة. المملكة العربية السعودية في أمر سامي طبق من الملك حفظه الله في تحمل الدولة عن المواطن السعودي، هنا يعتبر خاضع لكن الدولة تحملت عن المواطن السعودي بعض من الخدمات الصحية والتعليم الأهلي الخاص والعقار للمسكن الأول بقيمة 850 ألف ريال، قيمة 850 ألف ريال تتحملها الدولة عنك كحجم ضريبة إذا كانت نسبة 5 أو كانت نسبة 15% تتحمل قيمة 850، هذا ما تم تحملها فهي خاضعة لكن تتحملها الدولة عن المواطن السعودي. أعيد وأكرر، 850 تتحملها الدولة للمسكن الأول والخدمات الصحية والتعليم الأهلي الخاص. هذا ملخص ما ورد في لائحة ضريبة القيمة المضافة. أشكر الجميع على الحضور، أشكر التفاعل الجيد، أشكر جميع من سأل، أشكر الأخت عفاف على الإجابة على الأسئلة، وأشكر الأستاذ حسن والغرفة التجارية في غرفة جدة، وشكرا لكم، تحياتي لكم. الهيئة العامة للزكاة والدخل موجودة لأي استفسارات، حياكم الله. شكرا أستاذ عبد الله. سم إذا ننهي الورشة، شكرا لك وشكرا عفاف. نشكر الحضور على إن شاء الله تكونوا استفادوا على هذه الورشة، وأشكر الهيئة العامة للزكاة والدخل على هذه الورشة المميزة، ونراكم في ورش أخرى عبر منصة غرفة جدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.